السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة على قناة شهيوات آلاء، وهي عبارة على حرشة سائلة في الفرن كتجي خطيرة. هنا انا الكمية درتها كمية مضاعفة، ان عندي ليمون كتار، كنحتاجو ليها 4 ديال البيضات، 2 ديال دانون طبيعي، 2 ديال كيسان ديال السميده، 2 كيسان ديال الفرص، 2 خمارات، 2 كيسان ديال السكر سميده، 2 كيسان ديال الماء، كاس ربع ديال الزيت. عندنا هنا ليمونه محكوكه، وللتزيين الغزلات عندنا هنايا كاوكاو كونكاسي، و 2 ديال التفاحات مقطعين رقيقين للتزيين. هنا كما قلت لكم في الاول فيديو بان الكميه عندي مضاعفه، تقدروا نتوما غير ديروا 2 ديال البيضات، كاس ديال دانون، كاس ديال السميده، كاس ديال الفورس، كاس ديال السكر سنيده، كاس الماء، وكاس لاروب ديال الزيت. على بركه الله غادي نبداو في الوصفه. هنا عندنا 4 ديال البيضات، كنطربوهم ونضيفوا عليهم هذوك 2 ديال الكيسان ديال السنيده. البنات تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي في الكاس، ديروا جميع المكونات السائلة وتطحنوا كل شيء، وتخليوا المكونات الصلبة بوحدها تالخر، عاد باش تزيدوها هي ولوزاس ديال الليمون. اما انا درتها هنايا في بهذا التراب باش نبين لكم غير المقادير والوصفة كيفاش كتمشي. مهم هنايا ضربنا مزيان البيض مع السكر سنيده، غادي نضيفو 2 ديال الكيسان ديال الماء، وكما قلت لكم انايا ضاعفت المكونات، نتوما تقدروا ديروا غير المكون نص ديال المكونات الاخرين، غير على حساب افراد العائله. هنا غادي نبداو نضيفو الزيت، كاس ربع ديال الزيت، وحنا كنستمروا في التطراب حتى كنكملوا الكميه ديال الزيت. فوالا، وحنا كنطربوا، وحنا كنضيفوا المكونات. من بعد غادي نضيفوا الكاس ديال دانون، 2 كيسان ديال دانون طبيعي، جوج كيسان ديال دانون، وغنستمروا في التطراب. فوالا، هو صراحة البنات التراب الكهربائي مولينكس في الكاس كتجي حسن وكتجي سهله، فهمتي؟ كل شيء كديروا جميع المكونات كيدوروا في المولينكس، وفي الاخر غير كتديروا غير طحين وسميده. من بعد كنضيفوا هنايا لوزاس ديال الليمون، راه نتوما تقدروا تعوضوها حتى بلوزاس ديال الحامض، ولكن الليمون كيتماشى مزوين مع هذا الكيك. من بعد ما طربنا المواد السائله كلها وساليناهم، دابا غادي ندوزو المواد الصلبه وهي السميده والفورس. غادي ناخذ السميده، غادي نبداو نخلطوها بالخلاط اليدوي هذا لو باتور. فوالا، غادي نخلطوها مزيان حتى كتجانسوا المقادير كاملين. من بعد غادي نبداو ندخلو بشويه بشويه في الطحين، ولكن حتى كنضيفو عليه هادوك 2 ديال الخمارات. فوالا، على هاد الشكل، وكنستمروا في التطراب، كنستمروا على نفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كلها ديال الدقيق. فوالا، بشويه بشويه. هاد الوصفة البنات سهلة مهلة، كتوجد دغيا وناجحة 100%. فوالا، من بعد ما كنكملو الدقيق كامل هانتوما، وحنا كنستمرو بالتراب. فوالا الغزالات، انا عندي هاد ليمون دهنتهم شوية ديال الزبدة ورشيتهم بالسميدة، نتوما تقدرو
سواء ديروا هاد لي مول، سواء الا كان عندكم مول انديفيديوال حتى هو كاين. البنات ما تعمروهاش، خلاتها ميمي بيضة، تحيه ليها بنات المنبر. ما تعمروش الفم، خليو غير زعما عمرو غير شويه، خليو هذيك عيو عيو، حيت اون سول فوا كتعمروهم حتى الفم كيخمروا دغيا وكيفيضوا في الفران. نستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديالنا ديال العجينه مع ليمون. من بعد هنايا كنذوقوهم دوك الطريفات ديال التفاح اللي قطعناهم رقيقين فريمون رقاق، حتى كنستمروا بنفس الطريقه وكنكملوا الكميه كامله. من بعد ما سالينا التزيين ديال الحرشه بدوك الطريفات ديال التفاح، غادي نزينوهم ايضا بهذاك كاوكاو كونكاسي، حتى كنكملوا الكميه. ومن بعد كندخلوهم الفران ديجا مسخن على درجه 220 حتى كيطيبوا كيتحمروا من الفوق ومن التحت. ورا من بعد ما طابوا كنديموا ليهم هما سخان، انتما راه كيتحيدوا من المول فاسيلمون وما كياخذوش بزاف ديال الوقت في التحضير، دغيا كيتحضروا. وبدوك المقادير كلها متوفره عندنا في الدار، ما كنحتاجوش نوجدوا ليهم باش نصاوبوهم. فوالا ها نتوما البنات، من بعد باش تعطينا واحد لابغيونس في هاد الحريشه كناخذوا واحد جوج ديال المعالق ديال الكونفيتور وكنسخنوهم شويه. فوالا كندهنوهم من الفوق باش كتعطينا هذيك لابغيونس، سواء الكونفيتور سواء الناباج اللي عندكم في الدار ومتوفر. وها هو الشكل النهائي ديال الحرشه السائله ديالنا بالتفاح، كتجي رائعه وسهله في التحضير دغيا كتوجد. انتما البنات انا غادي نوريكم حتى من الداخل كي كتجي مفشفشه، غنقطع لكم واحد الطريف باش يبان لكم البرا والداخل. انتما فوالا كتجي كما قلت لكم كتجي خطيره، ديروها لوليداتكم الفطور العشاء مثلا اللي كيبغي يتعشى بشي حاجه خفيفه. انتما من بعد ما قطعتها كتجي على هذا الشكل، فوالا كتجي هاويه من الداخل مفشفشه كما قلت لكم، وحتى في المذاق كتجي خطيره. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، تعجبكم الوصفه، وان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. ما تنساوش لايك وسبسكرايب. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم من وصفات دول برد، جبت لكم وصفه ديال اللوبيا بيضاء. هذه الوصفه كنهيئوها بزاف فصل الشتاء، وهي عندها بزاف ديال الطرق، اللوبيا بالقديد، اللوبيا بالخليع، اللوبيا بسوسيس. ولكن اليوم غادي نحضر لكم هذه اللوبيا، غتجي فيها الطيبه ديال اللحم وبحال كتاكلوا فيها اللحم، ولكن هي راه ما فيها حتى شي حاجه، وكتجيب واحد المريقه بنينه وخاطره، وبواحد المكون اللي هو السر ديال بنه هذه اللوبيا. كنحتاجو هنايا نص كيلو ديال اللوبيا صغيره مفزقه ليله قبل، وكنحتاجو هنايا المقادير والعطريه اللي غادي نصاوبو بها اللوبيا. هنا عندنا جوج ديال المطيشات صغار محكوكين، ولا مطيشه كبيره محكوكه، معلقه ديال مطيشه ديال الحب، خزوه محكوكه، عندنا قزبر ومعدنوس، الهريسه، عندنا ضامط البنه، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال راس الحانوت، معلقه صغيره ديال قزبر يابس، معلقه صغيره ديال الكمون والتحميره، وخمسه ديال الفصوص ديال الثومه مطحونه. على بركه الله كناخذوا مطيشه ديال الحك ومطيشه محكوكه، كنضيفوا العطريه، معلقه ديال الكمون، زبر والتحميره،
قزبور يابس، عندنا المكون الخطير وهو راس الحانوت والملحة وضامة البنة بيو. أنا هنا استعملتها حينت بيو تقدروا ما تستغنوا عليها. عندنا هنا التومة، 5 ديال الدروس ديال التومة، قزبور ومعدنوس والهريسة. نتوما راه عارفين بأن اللوبيا كتبغي الهريسة، وخا كنديرو الهريسة راها ما كتجيش حارة غير كتبننها. كنضيفو خزوة وحدة محكوكة وهي اللي كتساهم باش هديك المرقة تجي معلكة واقفة. كنديروها تشحر بلا زيت حتى كتبدا تشحر، عاد كنضيفو زيت العود. هانتوما بحال هكا كنشحروها، حيت هذاك خيزو خاصو يطلق الماء ديالو وهو مطيشه كيجيو خطيرين جدا. هنا كنضيفو زيت العود وكنستمروا في التشحار حتى كيطلقوا جميع العناصر في بعضياتهم، عاد كنرويو. قد ما شحرناها قد ما طلقات البنه ديالها. انتما البنات ما كنسلقوها ما حتى شي حاجه، عندك ثلث ساعه حتى نص ساعه ها هي اللوبيا ديالنا واجده. ودابا غادي نرويو ونسدو عليها. انتما من بعد ما تشحرات لينا مزيان كنضيفوا الكميه الحد اللي غادي تطيب فيها باش كتغطى، نغطيوها بالماء وكنسدو عليها وكنخليوها تطيب، ومره مره نطلو عليها. هانتوما حليت عليها لقيتها باقي ما طابتش، زدت شويه ديال الماء وعاود سديت عليها. هانتوما البنات ها هي وجدات لينا اللوبيا، هادي هي الحله الاخرى. هانتوما كما كتشوفوها كيف خاطره، ما خليتها لا تشرب لا حتى شي حاجه، جات بحال هكا. وخيزو ما باينش، انا غنحط لكم في التفصيل غادي تشوفوا كي جات خاطره وعاقده. هذاك خيزو كيعقدها وما كيخليش فيها ادنى قطره ديال الماء. هانتوما البنات من بعد ما كنحطها في الطبق كنكون ديجا انايا عندي واحد جوج ديال الفليفلات اللي قليتهم في شويه ديال الزيت، وغادي نزوقها بشويه ديال المعدنوس غير زواق، ولكن راها كتجي من ألد ما يكون خاطره وبنينه. هانتوما البنات غير الشكل ديالها كتعطيك لونفي باش تاكليها. وكنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديال اللوبيا على الطريقه ديالنا المتداوله عندنا في الدار. والى فيديوهات اخرين واللي جايين ان شاء الله نقدروا نديروا لكم اللوبيا بالجديد بالخليع ولا بالسوسيس. وشكرا على تتبعكم، وان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش لايك وسبسكرايب، بارطاجيو القناه مع اصحابكم. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده، بيتزا بلا طون بلا صوص بلا فرماج بلا حتى شي حاجه، بيتزا اقتصاديه، بيتزا على الطريقه التركيه المتداوله عندهم. بقاو معايا غادي نوريكم التفاصيل. وصفه اقتصاديه، اول حاجه غادي نبداو بها هي لاباط، ومن بعد غادي نوريكم اشنو غادي نديرو في الحشوه. كنحتاجو 300 غرام ديال الفورس، عندنا ساشي ديال الخميره، نص كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء، نص كاس ديال زيت العود، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه ديال الملح. على بركه الله غادي نبداو. غادي ناخذ الطحين نضيفو ليه الملحه والخميره، نص كاس ديال زيت العود،
غادي نبداو نجمعو في العجينة، وحنا كنضيفو نص كاس ديال الحليب دافي غير بالاطراف ديال الاصابع على هذا الشكل. فوالا حتى كتدخل العناصر كامله في بعضياتها، وبداو كنبداو نضيفو شويه ديال الماء بشويه بشويه. صافي، من بعد كنجمعوها عادي كيف ما كنجمعوا العجينه، وكنكملوا الكميه ديال الماء الدافي داك الكاس الماء حتى كتجمع لينا، وكنخليوها تخمر شويه على ما كنحضروا لا غارنيتور ديال البيتزا. ها نتوما من بعد ما تجمعات غادي نغطيوها بلو فيلم اليمونتير، وغادي نخليوها ترتاح على جنب على ما نحضروا الحشوه ديال البيتزا. بالنسبه لا غارنيتور كنحتاجوا ليها تقريبا واحد جوج ديال البصلات كبار مقطعين مكعبات رقاق، واحد ثلاثه ديال المعالق كبار ديال القرقع مقطع على هذا الشكل، معلقه ديال مطيشة الحك، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال تحميره كامون والزعتر. هنا عندي زنجلان بيض، تقدروا تستعملوا الزنجلان عادي، مهم عندي هنا جوج ديال المعالق ديال الزنجلان ومعلقه ديال الهريسه. غادي نبداو، غادي ناخذوا هذوك جوج بصلات كبار اللي مقطعين على هذا الشكل، غنضيفوا عليهم المكونات الاخرى وهي القرقاع مقطع حتى هو رقيق، غنضيفوا عليه زنجلان بيض. كيف ما قلت لكم انا عندي زنجلان بيض في الدار، تقدروا ديروا زنجلان عادي. غنضيفوا عليه العطريه، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الزعتر بهذا الشكل، وغادي نضيفوا هذيك معلقه ديال مطيشات ديال الحك هي والملحه. من بعد غنضيفوا هذيك معلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره. وباش غادي نجمعوا هاد المقادير كاملين غادي ناخذوا نص كاس ديال زيت العود. صافي، غادي نجمعوا الكل حتى كتدخل المكونات في بعضياتهم وكيتجانسوا، وكنخليوها ترتاح حتى هي على ما نسرحوا لاباطا بيتزا. كتولي لينا على هذا الشكل، هانتوما المقادير متداخله في بيناتها. هانتوما ها لاباط ديالنا وجدات من بعد ما ترخفات شويه بحال هكا. غناخذوا لاطا غادي ندهنوها مزيان بالزيت، وغادي نبداو نسرحوا لاباط ديالنا، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، تكون السمك ديالها ما بين وبين. ها نتوما على هذا الشكل فوالا. من بعد غادي نشدو لا غارنيتور وغنبداو نحطوها فوق منها ونسرحوها بشويه بشويه حتى كنعمروا لا سيرفاس ديالها كامله. نتوما على هذا الشكل فوالا. تقدروا تستعملوا اليد ديالكم من غير المعلقه حيت كتكون لو براتيك. حنا كنستمروا في التسريحه ديال الحشوه حتى كتعمر كلها وكتعطينا هذا الشكل. نتوما من بعد كندخلوها للفران درجه ديال الحراره 220 مده ديال 15 دقيقه حتى كتوجد. نتوما البنات كنقطعوها دابا، فريمون كتجي هشيشه وزوينه اقتصاديه، ودغيا كتوجد ما كتعطلش في التوجد ديالها، وحتى طريقه التحضير ما صعيباش ومغيرة على البيتزا الكلاسيكية ديال لاصوص وفروماج والطون. هادي دغيا كتوجد وكتجي زوينة
وغزالة في المذاق ديال تحميرات الوجه. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو وتعجبكم وصفة اليوم، وإن شاء الله إلى فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تبخلوش علينا بلي لايك ولي كومنتار. السلام عليكم الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حطيت لكم هاد الطنجره مقابله معكم باش كنشهيكم على هاد الطبق، نوريكم الاخر ديالو عاد باش نبداو نوريكم المقادير وكيفاش صوبت هاد الطبق. هاد الطبق ضيافي بامتياز، غادي نرافقو بالارز اللي مصوب بالزعفران شعره والخرقوم بلدي، كيجي واقف، ما كيجيش هذاك الروز اللي كيكون معصد او لا كيجي سميتو ما فيه المرقه بزاف، كيجي شد ليه العبار ديالو. هنايا كنحط الكوكلي لان هذا الطبق المكونات ديالو الاساسيه هي الكوكلي، حيت الكوكلي دائما اما كنعمروه بالشعرية الصينية والكوبيدات، او لكن عمروه بالكفتة، او لكن ديرو ليه اللوز، كان عمروه باللوز وكيجي شوية حلو. دابا غادي نبدل لكم وغنوريكم هاد الطريقة اللي كنصوبها بالكوكلي وكيجي على هاد الطريقة، واللي كنقولو ليه الكوكلي قدرة لانه ما كنديرش فيه العطريه بزاف وما كيجيش متبل بزاف، كيطيب مره واحده غير بشويه ديال الماء. انتم غادي تتبعوا معايا الطريقه وغادي تشوفوا هاد الكوكليات اللي مخضرين ببصله بيضاء وباللوز خضر كيطيب معاهم. انتم غتشوفوا التعليكه ديال هاد المرقه كيفاش كتجي، ونتمنى انكم توجدوها لوليداتكم والموالين داركم. انتم كتشوفوني كي كنحط هنايا هذا اللوز كيكون طيب مع الكوكلي، هذه البصيله كيجي طبق زوين وبنين. ما شهيتكم فيه وحقكم في الجنه، ونتمنىكم تجربوا هذا الطبق. بنات الله يسمح لي من الاغراء ديالكم، وغادي نبداو نقولوا شنو هما المقادير. عندي هنايا طنجره دايره فيها 6 ديال الكوكليات على حسب الاشخاص اللي عندكم في المنزل ديالكم. هنا مغسولين، ما نهضروش على الغسيل وعلى كيفيه الغسيل ديالهم. عندي هنايا زلافه فيها 2 كيسان ديال الرز، عندي هنايا زلافه ديال اللوز مفرك، عندي هنا 4 ديال البصلات بيضين مشنفين هكاك، عندي نص كاس ديال زيت العود، عندي الطبيصيل فيه معلقه ديال سكينجبير ومعلقه ديال الخرقوم، عندي معلقه ديال السمن، عندي هنايا الخرقوم بلدي ومليحه. الا لاحظتوا واحد الحاجه، انا راه ما دايرهش البزار لان هذا الطبق ما كيجيش فيه البزار وما كيجيوش فيه بزاف د الحوايج بحال قرفة او لا قزبر يابس ولا دا. المهم كنشد انايا هادوك 6 ديال الكوكليات، كندير عليهم الخرقوم، هادي عندي معلقة ديال الخرقوم ومعلقة ديال سكينجبير. كي قلت لكم هاد الطبق ما كيتشحروش هادوك الكوكليات، ما كيتحمروش، كيطيبوا في واحد المقدار ديال الماء. عندي هنا هذيك المعلقه ديال السمن، بالطبع خصو يكون السمن مزيان وزوين بلدي. كنزيد عليهم الزعفران شعره، وكنزيد عليهم هذيك المليحه، ما نكثروش الملحه الا كنا غاسلين الكوكلي بالملحه والخل.
كنزيدوا هذاك الكاس ديال الزيت البلديه زيت الزيتون وندير فوق منهم هذوك ربعه ديال البصيلات اللي مقطعينهم هكا جناوح هانتوما كنديرهم من الفوق شوفوا البنات على فكره ما تنصبوش هاد الطبق بالبصله الاخرى ديك الحمراء من الاحسن ديروها بهاد البصله البيضاء لانها ما كتزرقش هاد الطبق لان البصله الاخرى ديك الحمراء كتجي زرقاء ماشي ما كطيبش مزيان المهم ما عليناش هنايا كنزيدوا ديك الزلافه ديال اللوز وداك اللوز من نفركوه نخليه في واحد شويه ديال الماء لان بحال كيطلق لينا داك الحليب ديالو هذا كيجي بحال كيجي طالق فيه دوك النشا ديالو المهم كنوزعوه هكايا على هاد الطريقه اذا هذاك الماء اللي كان مع اللوز اللي كنا زقنا فيه اللوز هو فاش غادي يطيب غيطيبوا دوك الكوكليات غادي نغطيو الطنجره وغادي نديوها فوق عافيه مهيله ونخليوها طيب ما غادي نقليوها ما حتى شي حاجه غير غنغطيوها ونخليوها فوق عافيه مهيله حتى هذيك البصله هي اللي غادي تطلق هي وداك شويه ديال الماء ديال اللوز هي اللي غادي تطلق لينا الماء ديالها فاش غادي يطيب عندي هنايا جوج كيسان خديت واحد الطنجره صغيره ودرت فيها جوج كيسان ديال الرز وضاعفت هذوك جوج كيسان ديال الرز باش عبرت درت اربعه ديال الكيسان ديال الماء هو المقدار فاش غادي يطيب هذاك الرز غادي نزيد هنا دوك الشعيرات ديال الزعفران وغادي نزيد شويه ديال المليحه وغادي نزيد واحد راس معلقه ديال الخرقوم بلدي هذا هو القياس اذا عندنا جوج كيسان ديال الرز كنضاعفوهم كنديروا ربعه الكيسان ديال الماء فاش غادي يطيبوا باش غادي يجي واقف هذاك الرز ما كيبقاش فيه الماء وكيبقى واقف هانتوما هنايا غادي نعري لكم الطنجره وغنوريكم هنايا راه غير الماء ديال البصله والماء ديال داك شويه ديال اللوز شتو حيدت انا الكوكليات حيت دغيا كيطيبوا حيدتهم درتهم في هذا البول وغطيت عليهم وخليت هذيك المريقه كتوقف لان البصله هنايا طلقت لي الماء شتو هانتوما هنايا كنوقفها باش تجي واقفه في دامه وفي الاخر كنزيد واحد الضامه ديال البنه ديال الزعفران شوفوا هنايا الرز شي كيجه واقف هانتوما ما كاين فيه حتى نقطه ديال الماء شفتوا كتبقى ديك المريقه فوق العافيه كتوقف حتى ما كيبقاش فيها حتى نقطه ديال الماء وكتجي عاقده وزوينه وها هو الطبق ديالنا الحبايب ديالي كيجي على هذا الشكل كيجي زوين ومغاير ونتمنىكم تجربوه ومرحبا بكم معايا في قناه شيوات الاء الى عجبكم الطبق ديروا لي لايك وبارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم والمعارف ديالكم وشكرا والى فيديو اخر سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم اليوم جبت لكم وصفه ديال السردين بطريقه جديده السردين معمر بالبطاطا ولي زيبيناغ غادي نحتاجو باش غادي نشرملو هاد السردين السردين طبعا غادي خصو يكون مغسول وما محيدش ليه هادي باش ما يتفركاش لينا في الفران غنحتاجو الكيلو ديال السردين غنحتاجو العطريه ديال الحوت البيضاء شويه ديال الهريسه
معلقة ديال لاموطاد، شوية ديال ثومة، شوية ديال الملحة والقزبر، واحد الحامضة معصرة، وشوية ديال زيت العود. هادشي باش غادي نشرملو السردين ياك. غادي لافاس اللي غادي نديرو في وسط ديال السردين، حاجتنا ثلاثة ديال البطاطات مويان مسلوقين فرقة ديال سيدنا موسى، وشوية ديال الملحة. غنمعكوهم مزيان هما سخان، غادي نمعكوهم بالفرشيط. سينو الا ما عندكمش، الا ما داش لكم مزيان بالفرشيط، غادي ديروا القاع ديال الكاس، وغادي تمعكوه مزيان 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 حتى كيولي بوري، ماشي بوري كاع ولكن المهم كيتهرس، كتهرس ديك البطاطا. وحاجتنا اللي غادي نزيدو مع هاد البطاطا، غادي نديرو شويه ديال نص ربطه ديال لي زيبينار. والطريقه انا غادي نوري. غناخذو مقله غادي نديرو فيها بصله صغيره، غادي نديرو فيها شويه ديال الثومه، شويه ديال البزار، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الملح. نشحر هاد البصله مزيان، حتى كتشحر مزيان تفتح، ونزيدو عليها نص ربطة ديال لي زيبينار، نخليوها طيح. لي زيبينار يكون مغسول مزيان. ودابا غادي نشرملو هاد السردين، خاص ضروري حيت خصو يتشرمل عاد باش غنعمرو بهاد لافاس. غنديرو سميتها الخردل، غادي نديرو الهريسه، غادي نديرو العطريه ديال الحوت البيضاء، غادي نديرو القزبر، غادي نديرو الثومه، وغادي نديرو هاد شويه ديال المليحه ياك. غادي نزيدو الحامض، وغادي نديرو شويه ديال زيت العود. نخلطو هاد الشرموله، كتجي زوينه. هادي الا بغيتو تديرو فيها الحوت وكتشرحو الحوت صغير بحال الباجو بحال الدرعي بحال هذا، تشرملوها بهاد الشرميله وكديرو في الفرن. هاد بغيتي لا غادي نشرحو، غادي نشرملو هاد سرديلاس. ودابا من شدينا ديك البطاطا وهرسناها مزيان وهي سخونه، اللي كنا سلقنا شويه الملح وشويه ديال ورقه ديال سيدنا موسى، غادي نزيدو عليها هاد لي زيبينار اللي شحرنا مع البصله والعطريه اللي وريتكم. نزيدها هكايا، وكنخلطو حتى كتندمج هاد لي زيبينار مع البطاطا، وغنعمروهم في السردين. اي استفسار واي حاجه بغيتو تقولوها، كنهضر على البنات اللي مبتدئات اللي ما عارفين شي، يلا بداو في الطبخ. الا ما عارفين شي حاجه اكتبوها لينا في الكومونتير وانا غادي نرد عليهم. دابا ها هو الخليط جانس مزيان ياك. دابا غادي نعمرو السريديلاس مزيان. دابا ها هو البنات السردين اللي شرملنا بوحدو، كنخليه واحد 10 ديال الدقائق على ما تشرب ديك الشرموله، داك الحوت يشرب ديك الشرموله، وعاد باش غادي
نعمرو. غادي نحتاجو واحد المول كندهنوه مزيان وكنرشوه اما بالفينو اما بالسميده، وكنبداو نشكلو. كنديرو هاد كنديرو ليها هكا، كنديرو شدو السرديله، كنديرو هاد البطاطا اللي صوبنا كنديروها في السرديله، كندورها هكا وكنمرمدوها مزيان تكت انغوبا مزيان في سميده رقيقه باش ما تلصقش، حيت غادي ندخلو هادشي كله غادي ندخلوه للفران. علاش قلت لكم ما نحيدوش هذا؟ حيت ما كيطيب كيبقى عاطي واحد الديكور كيكون هكا غادي مسلسل. نعاود لكم وحده اخرى، غادي نديرو هادي هكا، غادي نديرو هادي هكا ياك، وغادي ندور مزيان حتى كنشوفو هاد الحسكة ديالو طلعت. كنمرمدوها مزيان في السنيده، نحاولو باش لافارس اللي لداخل ما تخرجش لينا، وكان نسفوها هكا في شي مول اللي عندكم نتومايا، هاد ديال الكيش ولا ديال لاطارت ولا ديال اللي كاين عندكم. وكنكملوا الدوره هكا ونعاودوا، حنا غنوريكم الطبق النهائي كيفاش داير. وهذا هو الشكل النهائي ديال السردين معمر بالبطاطا ولي زيبينا. غادي نديروا عليه واحد لو فيل ديال زيت العود، وغادي ندخلوه الفران نص ساعه، وغادي نوريكم الطبق النهائي كيفاش كيوجد. من بعد ما داز 30 دقيقه حتى 40 دقيقه خرجنا الطبق ديالنا ديال السردين اللي صوبناه بالبطاطا والسبانخ. هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى تجربوا وصفه بنينه واقتصاديه كيبغيوها الكبار والصغار. والى اللقاء في فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في وصفه اليوم، وهي عباره على شوربه بالخضر، ما فيها لا لحم لا دجاج لا حتى شي حاجه، فيها غير الخضره، وكتجي رائعه بنينه بحال لا كتاكلي اللحم ولكن هي ما فيهاش. فوالا غنبداو بالمقادير. عندنا هنايا المقادير ديال هاد الشوربه. غادي نحتاجو شويه ديال الثومه، الابزار والملحه وورقه سيدنا موسى، نص كاس ديال زيت العود، العطريه الايطاليه، عندنا هنايا زلافه ديال اللوبيا خضراء مقطعه، عندنا بصله مشلضه، عندنا لي زيبينا مقطعين عشوائي، عندنا الخيزو، مطيشه، زلافه ديال القرعه خضراء مقطعه اون كوب على هذا الشكل، عندنا هنا زلافه ديال لي بات هاد المجعبه، عندنا زلافه ديال اللوبيا حمراء على بركه الله. في الطنجره غادي نديرو نص كاس ديال زيت العود، غادي نخليوه حتى يسخن مزيان، وغادي نضيفو ليه بصله مشلضه. انا دابا عاد كنقول لكم الكميات، هذيك زلافه ديال البصله هي ما يعادل بصله وحده كبيره مشلضه، هانتوما. غادي نخليوها تشحر مع الزيت حتى تطيح مزيان، فوالا. غادي نضيفو المقادير الاخرى. هانتوما البنات، خصها تشحر مزيان باش تطلق لينا هذاك لو جو ديالها وديك البنه ديالها في الخضار الاخرين. انتما من بعد ما شحرناها مزيان على هذه الطريقه حتى ما بقاش فيها كاع الماء، غادي نضيفو اللوبيا الخضراء اللي مقطعه صغيره بعد ما غسلناها طبيعه الحال. غادي نخليوها تشحر، وغادي نضيفو معها الخيزو مقطع حتى هو اون كوب
ما يعادل جوج ديال الخزوات. هانتوما البنات مو غادي نخليوهم يتقلاو مزيان ويتشحروا مزيان. كيف قد ما خليناهم يتشحروا قد ما كتجي لاصوص بنينه. فوالا كنضيفوا الملحه والبزار وورقه سيدنا موسى. من بعد كنضيفوا هذوك ثلاثه سنينات ديال الثومه اللي دقيناهم. فوالا وكنخليو الكل يتشحر. من كيف ما قلت لكم في الاول قد ما خلينا الخضر تشحر بعضياتهم كيتلقوا واحد العصاره. هذيك العصاره هي البنه ديال لاصوص. فوالا نخليوهم يتشحروا مزيان. ودابا غادي نضيفوا العطريه الايطاليه، راها كاينه في لا غروند سورفاس كارفور ولا في اسيما راك كتلقاوهم. هاد لا مارك هي اللي فيها التوابل الايطاليه. فوالا نخليوهم يتشحروا مزيان وغادي نسدو عليهم، نغطيو عليهم زعما الطنجره حتى كيتشحروا مزيان وكيوليو على هذا الشكل وكتبقى غير ديك الزويته. هنا دابا غادي نقومو باضافه المقادير الاخرى، وهي غادي نرويو بالماء والاول تقريبا واحد الاطرو ديال الماء ما يعادل جوج ديال الغرارف ديال الماء عامرين. ومن بعد غادي نسدو عليهم ونخليو هادوك الخضار يطيبوا، وغادي نحسبوا من مورا الغليان من 5 حتى ل 8 ديال الدقائق وغادي نكملوا لاصوص. فوالا حنا زدنا الكاس الثاني ديال الماء انتم على هذا الشكل وغادي نسدو عليهم. هنا من بعد ما غلات لينا لاصوص فوالا غادي نضيفوا عليهم جوج ديال المطيشات صغار مقطعين حتى هما اون كوب بالقشره ديالهم، وغادي نضيفوا القرعه خضراء تقريبا واحد جوج ديال القرعات خضرين كنقطعوهم اون كوب. فوالا وحنا كيف ما قلنا غادي نخليو الخضره اللي كتاخذ غير شويه ديال الطياب كنخليوها هي الاخرى، والخضره اللي كتاخذ بزاف ديال الطياب كنطيبوها هي الاولى باش ما يتعجنوش لينا. فوالا هنايا درنا الكل وغادي نسدو عليهم يغلاو عاوتاني لا ميم شوز من 5 حتى ل 8 ديال الدقائق باش يغلى الخيزو و القرعه. هنا غادي نزيدو زلافه ديال لي زيبينار مقطعين عشوائيين ما يكونوش صغيورين، حيت الا كانوا صغار ما غاديش يبانوا في لاصو، خصهم يكونوا مقطعين ما كبار ما صغار. هانتوما البنات دابا غادي نخليو الكل يطيب وغادي نزيدو لي بات المجعبه حيت ديجا غلات لينا، غادي نضيفو لي بات. من بعد الغليان البنات غادي تصحو الذوق ديالكم ديال هاد لاصوص، الا كان ناقصها شويه الملحه كتزيدوها والبزار. هنا البنات عندنا نص غراف ديال اللوبيا الحمراء، قبل ما نستعملوها خصنا نغسلوها مزيان نحيدو منها النشا، نغسلوها فريمون مزيان عاد نديروها ما ديروهاش بالنشا ديالها، وكنضيفوها هي الاخرى حيت ديجا طايبه. نتوما انا صححت الذوق ديالي كنخصها غير العطريه الايطاليه شويه ديال العطريه الايطاليه، اما الملحه والبزار راهما هادو مهم. هاد العطريه الايطاليه كتعطي واحد النكهه زوينه في لي بلا ديالها. هاد لاصوص وهي شوربه متكامله فيها الخضر والمنافع ديالها لي زيبينار كاع هذاك الشيء اللي ما كياكلوش الدراري خلطناه مع لي بات باش تجيهم شهيه وياكلوها. فوالا حنا غنشوفوا هنا لي بات واش طابو. فوالا صافي من بعد ما طابت لينا لي بات صافي غادي نطفيو عليها، وها هي الشوربه كتجي شهيه ولذيذه فريمون بنينه.
وكنصح بها كاع الناس وكاع لي فام اللي ولادهم ما كياكلوش ليهم الخضره، الا درتوهم ليهم مع لي بات غادي تعجبهم سي سور. وان شاء الله الى فيديو جديد ووصفه جديده. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا البرد؟ كي دايرين مع هذه العاصفه؟ واش تغيستوا ولا لا؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه، هو واحد الدجاج اللي كاذب. هانتوما كنحتاجوا الفخيضات ديال الدجاج، يكونوا بحال هكا مغسولين بشويه ديال الملحه وبشويه ديال الخل. هانتوما على هذا الشكل. وكنحتاجو في العطريه معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال سكينجبير، ومعلقه ديال القزبر حبوب. هادو هما المقادير، وهي العطريه ديال الدجاج. كنضيفو 3 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، نضيفو معلقة ديال لاموطارد، معلقة كبيرة، وكنضيفو معلقة ديال الصوجة فهي معلقة كبيرة. هاد الوصفة البنات كتعجب الصغار أكثر من الكبار، كتقدرو تحضروها لوليداتكم اللي كيديرو لاكونتين. راه ما كنحتاجوش نسخنوها، وتا الناس الموظفين تا هما تقدر تكال باردة كوم تقدر تكال تا هي سخونة. وهنا كنضيفو نص كاس ديال الماء، هاد الماء هو اللي كيطيب فيه هاد الدجاج كامل، وما كنديروش الزيت باش هاديك باش داك الدجاج يشرب ديك القامه كامله وما تبقاش فيه الماء بزاف ويكون مشرب. صافي البنات كنحركو هاديك المقادير كامله، وهنا نسيت ما قلتش لكم كنضيفو شويه ديال الملحه، وكنخلطوا المقادير كلها وكنسدوا عليها في الكوكوط مورا تصفيره ربع ساعه وكنحلوا. كتجي على هذا الشكل. ها نتوما البنات كما كتشوفوا ما فيهاش الماء نهائيا، هذا الكاس ديال الماء هو اللي طاب فيه داك الدجاج. دابا منين ما طابت لينا من طابوا لينا الركيبات ديال الدجاج، غادي نبداو المرحله الثانيه، وهي غادي نبداو نديزوسيو داك الدجاج. غادي نقيو ونحيدو ديك الشحيمه ديالو ديك الجلده، وغادي نحتفظو بالعضومه حيت هذا كما قلت لكم هو الدجاج الكاذب. هانتوما على هذا الشكل، تبعوا معايا المراحل في الفيديو. وبالنسبه للكميه ديال الدجاج، انا ما عطيتكمش واحد الكميه فيكس، واحد الكميه محدوده على حساب الافراد ديال العائله. هانتوما البنات كملنا لو ديزوساج ديال الركيبات ديال الدجاج. كما قلت لكم حنايا احتفظنا بالعضومه وخلينا اللحم على جانب. بالنسبه للكميه ديال الدجاج اللي عندي، انا هنا احتاجيت 6 ديال البطاطات، نقيتهم وغسلتهم مزيان. غادي نقطعهم دي كوب وغندير عليهم ماء مملح وغادي نخليهم يتسلقوا. هانتوما الغزالات، من بعد ما تسلقات البطاطا كنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الزبده وجوج ديال الفرماجات، ومن بعد كنضيفوا عليها هنا انا عندي الزعتر اللبناني، كتقدروا ديروا غير الزعتر العادي، وحكه ديال الكوزه. ومن بعد كنمعكوها وهي سخونة باش دغيا كتمعك لينا وكتولي على شكل بيوري. من بعد ما معكنا ديك البطاطا مزيان كتجي على هاد الشكل،
وكنمروا المرحله المواليه وهي الدجاج اللي طيبنا كناخذوه وكنفرتوه فوق ديك البطاطا. هانتوما شوفوا معايا الفيديو. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله ديال الدجاج، ومن بعد كنعكوها مزيان حتى كتجانس لينا البطاطا مع الدجاج ديالنا وكيولي لينا على شكل متجانس بين البطاطا والدجاج. هانتوما كيولي على هذا الشكل. من بعد البنات كنبدا نشكلهم على شكل فخيضات. هانتوما هذاك العظام اللي كنا احتفظنا بهم في الاول ديال الفيديو كنحربلوهم وكنديروا العظم ديال الدجاج في الوسط. هذاك الشيء علاش سميناه الدجاج الكادي. هانتوما كنستمروا بنفس الطريقه وكنكونوا ديجا وجدنا واحد البلاطو في باكي سوفيغيزي. كنكملوا الكميه ديال الدجاج كامله ديال العظام ديال الدجاج ولافارس اللي عندنا، ومن بعد كندخلوهم المجمد ونديهم في المجمد حتى كنبغيو نقليوهم عاد كنخرجوهم. انا خليتهم تقريبا واحد مده ديال 30 دقيقه عاد خرجتهم. المرحله الاخيره هنا شويه ديال الطحين مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. عندنا هنايا البيض مخفوق وعندنا هنا لا شابلور. انا كندير لا شابلور جابونيز، تقدروا ديروا غير لا شابلور نورمال. هنايا عندنا الزيت اللي ديجا سخناه سيكون سخون باش نبداو المرحله ديال القلي وهي المرحله الاخيره. كنكونوا ديجا جبدنا هذاك الدجاج من الفريغو وكنبداو كندوزوهم في الطحين، من بعد كندوزوهم في البيض، كنديرهم في البيض مزيان خصهم يتلبسوا يكون البيض ملبس هذيك الفخيضات ديال الدجاج، ومن بعد كندوزوهم في لا شابلور. هانتوما وكما قلت لكم خاص يكون الزيت مسخن مزيان عاد كنبداو القلي. كنستمروا على نفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديالنا ديال الدجاج. من بعد ما كيتقلاو لينا من جوج ديال الجوانب كنكونوا ديجا موجدين واحد الطبسيل دايرين فيه بابي ابسوربون وكنحطوهم يتسقطروا شويه من الزيت. هما راه ما كيشربوش نهائيا الزيت، كيجيو رائعين وكيجيو خفاف بحال كتاكلوا الدجاج نورمال ما كاين لا بطاطا لا والو. ها نتوما البنات ها الشكل النهائي ديالهم. كنرافقوهم بهاد لا سالاد هكا وكنتمنى يعجبكم الفيديو.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم واحد الطبق مغربي بامتياز، طبق العراس، دجاج محمر بدغميره كتجي مجمره ومحمره خطيره بحال ديال العراس. تبعيني الطريقه اللي كندير انايا خطوه بخطوه وغادي تخرج لك النتيجه هائله بحال اللي كتخرج ليا. عندي هنايا 3 ديال الدجاجات من وزن 2 كيلو لاروب، بيان سور ما كنهضروش على الغسيل، دائما كنغسلوهم مزيان بالحامض والفورس وكنرقدوهم في الملحه. هذاك العود ديال قطبان كنتكهم باش تدخل فيهم الدغميره مزيان. الترقيده اللي غادي نرقد فيها الدجاج، عندي هنايا حامضه معصره، عندي هنا 6 ديال الدروز ديال الثومه مطقوقين، شويه ديال الزعفران حور شعره، معلقه ديال البسيبيسه وقع قله، عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق، عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، عندي معلقه ديال السمن حر، عندي معلقه صغيره ديال الهريسه، جوج دامات ديال البنه ديال الزعفران، وعندي هنايا جوج حامضات مصيرين. على فكره هاد الحامض راه مرقد على الايد، غادي نتقاسم معاكم في فيديو اخر كيفاش كنرقدوه وكيفاش كنحتفظوا به وكيبقى معنا طول السنه. بسم الله على بركه الله، غادي ناخذوا واحد الاناء وغادي نبداو نشرملو فهاديك الدجاج. غادي ناخدو المقادير كلها ونخلطوها مع بعضيها. غادي نجمع هادوك المقادير كلها مع هذاك السمن، غادي نحك مزيان داك السمن دوك جوج دويمات ديال البنه ديال الزعفران، وغادي نطلقهم بواحد نص كاس ديال الماء باش يتطلق لينا هذيك العطريه. وناخذوا دجاجه بدجاجه وغنتكوها بهذاك العود اللي قلت لكم في الاول، وندخلوا ديك العطريه ديك الشرميله ما بين الجلد واللحم على هذه الطريقه. تبعوا معايا وشوفوا كيفاش كندير. Thank you.
هنا كملنا الشرميل، غادي نجيو ليهم من الظهر ديالهم، غنهرسوا ليهم الضلوع ديالهم، غادي نديرهم في اناء وغادي ندير عليهم هذوك الحامض اللي حيت ليهم اللب ديالهم، وغنغطيهم وغنخليهم ليله كامله في الثلاجه حتى لغد الصباح عاد باش غادي نطيبوهم باش يشربوا لينا هذيك الشرميله. في الغد ديال الصباح غادي ناخذوا طنجره كبيره باش نمرحوا فيها هذوك الدجاجات باش ما يجيوش وحده فوق وحده. في القاع ديال الطنجره غادي نديروا جوج بصلات مشلضين ونستفوا فيها هذوك ثلاثه ديال الدجاجات، كل واحد على القد ديالو، كاين اللي يدير جوج كاين اللي يدير او كاين اللي غيدير وحده. كنهرسوا لهم بيان سور هذوك الضليعات ديالهم وكن ربطوهم بالفيلم اليمونتير، هنا راه ماشي ميكا، هذا الفيلم اليمونتير باش ربطاهم باش ما يتحلوش ليا في الطياب. كنستفوهم هكايا على الظهر ديالهم، كناخذوا هذاك العطريه اللي بقات كنزيدوا عليها واحد تقريبا واحد نص كاس ولا كاس ديال الماء، وكنخويوها على الدجاجات وكنديوها فوق العافيه حتى كتقلى. ما كنديروش شتونيش هنايا درت الزيت حيت خاصو حتى يتقلى ويتعاود يتقلى عاد باش نزيد الزيت. ها نتوما فوق العافيه، ها نتوما كنشدو هكايا من كيتقلى وكيبقى شويه على ظهره كنقلبو على الصدر ديالو. حيت من غادي نروي غادي يبقاو يطيبو على الصدر ديالو على هاد الطريقه. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء وغادي نروي هذوك الدجاجات الجهد اللي غادي يطيبوا فيهم، تقريبا النص من وصل الماء للنص ديال الدجاج يغطي الصدر ديالهم باش يطيب. كنقلب هكايا بشويه بشويه من جناب صافي، وغادي نزيد تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، انا زدت هنايا زيت العود في ان حتى شربت ليا هذيك العطريه داك الدجاج شرب ليا مزيان ديك العطريه عاد باش درت هذيك لا ماتيير غاس هي اللي غادي يطيب فيها الاخر الدجاج باش ما تمنعش ليا العطريه ما يشربهاش ليا الدجاج. هكا كنخلط صافي وكنغطي وكنخليها حتى كطيب. هنا طابليه الدجاج كناخذ واحد لاطا ديال الفرن وكنهز بشويه بشويه هذوك الدجاجات وحده بوحده وكنستفها في لاطا حيت غادي ندهنها وغادي ندخلها للفرن. من بعد غادي نزيد واحد تقريبا واحد كيلو ونص ديال البصله هكايا مشلطه، غادي نديرها ونخليها طيب. غادي نزيد عليها واحد دوك القنيصات ديال دوك ثلاثه ديال الدجاجات يكونوا مقطعين، كنحرك وكنسد عليهم وكنخليهم يطيبوا ديك المريقه.
هانتوما هنايا كتشوفوا دوك الكرنيسات قاسمهم وصافي، ها هي كتغلى وكنسدو عليها وكنخليوها طيب. هنايا كناخذ واحد الطنجره وكندير فيها هذيك الكبده ديال داك الدجاج، غادي ندير فيها واحد شويه ديال الماء وشويه ديال نص حامضه هكايا وشويه ديال الملحه وكنخليها تسلق، حيت في الاخر غادي نزيدها على داك البصله. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نزيد عليها واحد شويه واحد المعلقه تقريبا صغيره ديال الهريسه، وغادي ندهن بها هذاك الدجاج ديالنا والى الفرن حتى كيتحمر. هنايا كنرجع للدغميره اللي عندي في الطنجره، كنبقى شويه بشويه كنحرك فيها هكا بشويه باش ما تلصقش ليا. ها هي بدات كتغمر، ونبدا نحط في الكبده على الدغميره ديال البصله ونحرك حتى توقف ليا هاد الدغميره ديال البصله. هانتوما في الاخر كتشوفوها كيفاش تعلكات. هنا كناخذ واحد الطبق ديال التقديم، كندير واحد شويه ديال هذه تشوفوا التعليكه ديال البصله، وكنبدا نحط كل واحد والتقديم ديالو. انا غنوريكم التقديم عادي، كنحط دجاج هكا من هاد الجهه ومن هاد الشيء وصافي، وكندير الزيتون وكنزوقو بالحامض والصحة والراحة. نتمنىكم تجربوا هالطريقة، كتجي زوينة على الطريقة المغربية الأصيلة. وشكرا، وإلى فيديو آخر على قناة شيوات آلاء.